اثنين لنادي الشباب، لكن في المباراة هذه يلعب نادي الشباب بدون محترفين، أما نادي كاظمة عنده محترفين اثنين، لاتافيوز وكيفن الغني عن التعريف اللي شاركوا في البطولة العربية الأخيرة التي قيمت على صالة الاتحاد واللي كان فيها نادي كاظمة بين قوسين إنه يصعد للمباراة النهائية بانتظار كرة القفز بين نادي الشباب وكاظمة. الواضح على في الصورة اللاعب رقم 53 كيفن، كرة القفز شباب وكاظمة، والحيازة الأولى لكاظمة. عبد العزيز ريحان دخول وأول نقطتين في المباراة. ريحان تقدم في الثواني الأولى من الفترة الأولى. مشار الحمدان دخول الفضلي، عنبر يصوب بلوشي أحمد، باص طويل و لافيوز ويسجل نقطتين. تقدم كاظمة 4. وإشارة الحكم هناك مخالفة على الشباب والكرة لمصلحة كاظمة من الحد النهائي. شوف الواضح على الشاشة، الحكم جراح جمعان يسلم الكرة بلوشي عبد العزيز، مخالفة على مشار الحمدان، لمس الكرة في القدم. شوف دفاع قوي من الشباب وإدخال الكرة الحميدي، ثري بونت وأول ثري بونت لبلوشي ولكاظمة. تقدم كاظمة 7. إبراهيم الحمدان سعد، مشاري الحمدان ثري بونت لكن تلمس اللاعب رقم 18 لا فيوز من كاظمة، والكرة لشباب من الحد الجانبي بعد إشارة الحكم. الحمدان صوب ولكن ما تلمس الحلق، وانطلاقه مع كاظمة وثري بونت لكيفن إبراهيم، ريباوند للشباب. مشاري الحمدان شوف مع الكرة، مشاري حاول طبعا مع دفاع كاظمة القوي، عنبر شوف طول إلى الحميدي وانطلاقة سريعة لافيوز ويسجل نقطتين. 9 كاظمة. الحمدان حاول الشباب، شوف طريقته يلعب على 24 ثانية مع الدفاع كاظمة القوي. إبراهيم مخالفة المشي في الكرة على إبراهيم اللاعب رقم 23، لاعب متميز اللاعب إبراهيم في جميع المباريات سواء في الموسم الماضي أو في الدوري الحالي. كيفن ثري بوند وريباوند. الحمدان حاول الشباب مع دفاع كاظمة القوي، الفضلي حاول إلى عنبر لكن تلمس، حاول مرة ثانية وهناك خطأ. شوف إشارة الحكم على اللاعب رقم 5، شوف الإعادة في البطيء، محمد عنبر وخطأ على البلوشي، هناك احتكاك وصفارة وقرار ورميتين لمحمد عنبر، وأول نقطة للشباب في الفترة الأولى.
شوف المحاولة الثانية لمحمد عنبر، ريباوند بلوشي، باص إلى ريحان، بلوشي كيفن الحميدي تحت السلة، ونقطتين يسجلهم الحميدي بسرعته المعهودة وتقدم كاظمة 11 إلى نقطة. الحمدان الفضلي حاول، إبراهيم صوب ويسجل إبراهيم نقطتين. الحميدي دخول طاح فارس إلى مشاري وانطلاقة سريعة إلى مشاري، الفضلي حاول لإبراهيم دخول، وهناك احتكاك وصفارة وقرار. شوف القرار، الخطأ على اللاعب رقم 12 عبد العزيز الحميدي، وهذه الإعادة في البطيء. طبعا في احتكاك وفي ضرب، والقرار خطأ مع رميتين. ما سجل من المحاولة الأولى ولا الثانية. بلوشي إلى كيفن الحميدي، تو بونت تلمس، وهناك صفارة خطأ دفع من لاعب كاظمة، اللاعب رقم 18. وأول وقت مستقطع يطلبه مدرب الشباب عبد العزيز القلاف. طبعا راح يصير على عبد العزيز القلاف مدرب الشباب ضغط كبير لعدم وجود محترفين، وطبعا كاظمة قوة اللاعبين العاديين المحليين لا تقل خطورة عن اللاعبين المحترفين، وهذه أجمل لقطات من الفترة الأولى. خنشوف نادي الشباب مع الضغط الكبير من كاظمة سواء الدفاع أو الهجوم، شلون راح يتصرف المدرب أو اللاعبين داخل أرض الملعب. صفارة من الميقاتي إداري الطاولة اليوم، نادي الحساوي وهديل الرديني مسجل ومساعد مسجل، وسالم الهزاع وهاني الصيرفي ميقاتي وميقاتي ساعة تصويب، ومراقب المباراة عبد العزيز العجيمان. الحمدان دخول لكن بلوك، وانطلاقة من ريحان إلى الحميدي، كيفن ثري بونت من كيفن، كيفن يسجل ثري بونت. طبعا من آخر بطولة لعبها كيفن في البطولة العربية صاحب الرقم القياسي في التسجيل في المباراة الواحدة، لاعب خطير كيفن. بلوشي انطلاقة إلى كيفن ثري بونت، وثري بونت الثاني من كيفن في سلة الشباب. نشوف مشاري الحمدان، النتيجة 17-3 مثل ما هي واضحة على الشاشة، وباقي من الوقت 5 دقائق من الفترة الأولى. عنبر شوف فارس ويسجل نقطتين، فارس بلوشي في ماسكة، بلوشي دفاع ضاغط مشاري الحمدان، ريحان ثري بونت، وثري بونت يسجل طبعا لأن خطة المدرب. شوف مدرب كاظمة ثري بونت ليفتح دفاع نادي الشباب، وعنده طبعا لاعبين طوال تحت السلة،
فارس 3 بونت لحميدي الى كيفن. شوف تحت السلة طبعا ما في لاعب نفس الطول يقدر يدافع على لاتفيوز من كاظمة بكل سهولة يسجل نقطتين. امشاري عنبر الى الفضلي عنبر دخول لكن ضيء 3 بونت لامشاري تلمس وانطلاقة مع كيفن 3 بونت. شوف كيفن لاعب خطير ثلاث مرات يسجل 3 بونت يعني 9 نقاط فقط من ال 3 بونت في الفترة الأولى. شاري إبراهيم قرار الحكم الكرة لمصلحة كاظمة من الحد الجانبي ودخول عبد العزيز فالح وخروج المحترف رقم 18 لافيوز. ريحان حاول دخول وشوف ويسجل. امشار الحمدان النتيجة 27-5. ريحان كيفن بالخطأ ترد للشباب إبراهيم تحت السلة ويسجل نقطتين. شوف بلوشي فضلي الحميدي حاول دخول للحميدي وهناك خطأ. شوف صفارة الحكم خطأ على عنبر. شوف دخول الحميدي واحتكاك وصفارة وقرار وخطأ ورميتين للحميدي لأنه في حالة تصويب وآخر دقيقتين 51 ثانية من الفترة الأولى. ما يسجل من المحاولة الأولى. شوف المحاولة الثانية للحميدي ويسجل. 28 كاظمة فرق 21 نقطة وما زلنا في الفترة الأولى دقيقتين وخمسة وأربعين ثانية الوقت المتبقي. الفضلي 3 بونت من مشاري 3 بونت جميل من مشاري الحمدان. ريحان الفضلي عبد الله إبراهيم حاول لاعب قوي عبد الله إبراهيم وسريع لكن طول من ريحان مخالفة خروج الكرة خارج الملعب لمصلحة الشباب. تسليم الكرة عبد الله إبراهيم لمشاري الحمدان حاول دخول صوب دخول لعبد الله ولكن تلمس الحلق مرة ثانية تلمس لا خارج أرض الملعب. تسليم الكرة من الحد النهائي بلوشي إلى الحميدي. شوف يقطعها تيرن أوفر ستيل لإبراهيم حاول دخول مخالفة المشي بالكرة على إبراهيم. إبراهيم الشمري ريحان لعبد الله
البلوشي 3 بوينت و 3 بوينت جميل البلوشي. البلوشي سجل 3 بوينت 31 10 طبعا شوف هذا الإعادة البطيء الثري بونت اللي سجلها أحمد البلوشي. شوف في خطأ فني عدم اصطفاف اللاعبين جزاء الخطأ الفني ترد الكرة لصاحب الحيازة وهو الشباب والواضح في الصورة مدرب الشباب عبد العزيز القلب طبعا مو راضي على لا النتيجة ولا اللعب داخل أرض الملعب. شوف نادي كاظمة سحب المحترفين عنبر ياخذ إبراهيم ويحاول خطأ احتكاك وصفارة وقرار على اللاعب الفضلي اللاعب رقم 21. شوف الاحتكاك احتسب على اللاعب الفضلي عبد العزيز فالح. سجل من الثانية عبد الله دخول الحميدي واحتكاك مع محمد عنبر. شوف واحتكاك جزاء رميتين طبعا صفارة صحيحة. الحميدي لاعب سريع ودخول قوي على السلة كان يحاول محمد عنبر إيقاف في الهجمة قطع الكرة لكن حصل احتكاك غير قانوني جزاء خطأ ورميتين ويسجلهم الحميدي. بشار الحمدان إلى عنبر باص طويل شوف دانك جميل دانك جميل من إبراهيم في سلة كاظمة. أنا قلت في بداية المباراة اللاعب إبراهيم لاعب خطير شوف استغل عدم وجود دفاع ودنك في سلة كاظمة ونقطتين لكاظمة. دخول لكن عبد الله يقطعها من إبراهيم ودخول إلى الحميدي ويسجل نقطتين في الثواني الأخيرة من الفترة الأولى في باقي من الوقت 25 ثانية. فضلي حاول عبد العزيز حمدان 3 بوينت لكن تلمس ويحاول يردها عنبر محمد عنبر ولكن تطلع الى الفضلي باص طويل الى عبد الله 3 بوينت لكن انتهاء الفتره الاولى بنتيجه 38 كاظمه مقابل 13 الشباب فارق 25 نقطة لمصلحة كاظمة فارق كبير لكن مثل ما قلنا نادي الشباب ينقص المحترفين وهذا الدنك الجميل اللي في الفترة الأولى. شوف دنك إبراهيم الشمري في سلة كاظمة لاعب ممتاز إبراهيم الشمري وهذه أجمل لقطات من الفترة الأولى للاعبين كاظمة. طبعا الرد للفارق الكبير بين كاظمة والشباب فارق 25 نقطة فارق كبير. هل ممكن أن الشباب يقلل الفارق؟ ممكن يقلل أقل من 25 ولكن صعب جدا أن يقلل الفارق أقل من 10 نقاط.
لأن كاظمة لعب مباريات كبيرة في البطولة العربية وجاهز ذهنيا وبدنيا وخططيا مع المدرب إيفان. يعني المباراة هذه ما تعتبر المباراة الأولى أو الثانية لكاظمة، تعتبر الثانية للشباب، لكن بالنسبة حق كاظمة دخل البطولة وكان ممكن أنه يتأهل للمباراة النهائية. فريق قوي، فريق فيه جميع العناصر وفي جميع المراكز، ممكن أنه يحرج أي فريق كبير داخل أرض الملعب مثل ما شفنا في البطولة العربية، وطبعا حصل على كأس السوبر من الكويت. الظفيري، الحميدي، الفضلي، ماجد، الحميدي حاول، الفضلي دخول لكن غير رايه الى عبد الله، 3 بوينت لكن تلمس، ترد مره ثانيه للفضلي، الفضلي حاول ودخول ولكن انطلاقه لعبد الله، عبد الله ابراهيم، لكن تلمس، محاولة 3 بوينت وانطلاقه من مشار الحمداني وعنبر دخول، وهناك احتكاك وصفارة وقرار من الحكم جراح جمعان، يقول هناك في ضرب على الرأس. شوف دخول باص الجميل من مشار الحمدان والاحتكاك من الفضلي على رأس طبعا محمد عنبر ورميتين. جل من المحاولة الأولى، ما زال فارق 25 نقطة، وهذه أول نقطة في الفترة الثانية سجلها الشباب، 14 شباب، ماجد، عبد الله، الحميدي، شوف حاول يطوف إلى عبد الله، إلى محمد عنبر، الشباب، حمدان، اللاعب رقم 6 إبراهيم عمران حاول يعطي باص للشباب لكن تطلع خارج أرض الملعب. الظفيري، نواف، إلى الفضلي، الحميدي، دخول، وهناك احتكاك وصفارة وقرار بانتظار إشارة الحكم. الأقرب للخطأ هو عنبر، محمد عنبر، محمد عنبر أو إبراهيم عمران. الحميدي المحاولة الأولى سجل 39 نقطة، الحميدي مسجل طبعا ضيع الثانية، الحميدي مسجل 8 نقاط وعليه خطأ واحد. الحمدان حاول 3 بوينت لكن تلمس، ياخذها الشباب مرة ثانية، ريباوند جميل من اللاعب عبد العزيز سعود، دخول للحمدان وهناك صفارة جزاء للاحتكاك تسبب الحكم جراح جمعان. جزاء رميتين لأن اللاعب في محاولة تصويب، شوف الدخول سجل من المحاولة الأولى.
طبعاً بعد الاحتساب الخطأ لحميدي خطأين، جزاء الخطأ اللي على مشاري الحمدان. نواف، الظفيري، الفضلي، عبد الله، الوراد. طب شوف لعب سريع لكاظمة، نواف دخول، الوراد حاول دخول، مخالفة المشي في الكرة على الوراد محمد. شاري الحمدان مبين على في الصورة، الفضلي حاول، عبد العزيز سعود، الفضلي ثري بوينت لكن تلمس تروح لنا الظفيري، ماجد يقطعها، عبد العزيز سعود مجهود كبير لعبد العزيز يقطع الكرة ويسجل نقطتين في سلة كاظمة. الظفيري، نواف، ماجد، عبد الله، الوراد. طبعا اللي ماسك اللاعب رقم 69 اللاعب عبد الحليم من الشباب. شوف ريباوند لعبد الحليم، امشاري 6 دقائق و37 ثانية من الفترة الثانية، دخول امشاري ويكملها عبد الحليم ويسجل نقطتين. 20 الشباب، هنشوف فاضلي، ماجد، الوراد، عبد الله، دخول عبد الله ويسجل عبد الله. لو نلاحظ ان طبعا كاظمة سحب الخمسة الأساسية الكل ودخل غيرهم، طبعا يعتبر من الخطط التدريبية. يعني شوف المباراة تعتبر محسومة لكاظمة وفرصة يشارك جميع اللاعبين داخل أرض الملعب. عبد الله، الفضلي، الظفيري ثري بونت ويسجل الظفيري ثري بونت. شوف لما يغيب كيفن يطلع الظفيري لا يقل كفاءة عن المحترف. الحمدان، شوف قرار الحكم بأن الكرة مخالفة. شوف هذا ثري بونت لنواف الظفيري من زاوية صعبة، من باص جميل من الفضلي ويسجل ثري بونت. كاظمة 44 الشباب 20، فرق 24 نقطة. طبعا انتهى الفترة الأولى بفارق 25 لكاظمة، والحين فارق 24 نقطة لكاظمة. وثري بون جميل، ثري بون جميل لعبد العزيز سعود، عمل ستيل حلو وثري بونت أحلى وأوتسايد للشباب. شوفوا نلاحظ حتى الشباب شارك جميع اللاعبين. عبد الحليم، باص الى عبد العزيز، دخول لمحمد عنبر، تو بونت، تلمس، ريباوند للفضلي وانطلاقه سريعه للفضلي. محمد الوراد، الفضلي، باص تحت السله لكن خطا هجومي على عبد الله ابراهيم. شوف المدرب عبد العزيز القلاف، طبعا خروج محمد عنبر من الملعب. شوف الإصابة، لو في الكاميرا تشوف
محمد عنبر على شوف علاج لمحمد عنبر سلامات. بانتظار استئناف اللعب بعد إصابة وخروج محمد عنبر. ناصر الفضلي شوف مع الكرة اللاعب رقم 4 ناصر الفضلي. عبد العزيز سعود إلى إبراهيم عمران تحت السلة عبد الحليم يقطعها الوراد باص طويل إلى ماجد دخول لكن تلمس إبراهيم عمران حاول إلى إبراهيم الشمري تلمس ترد له قرار الحكم شوف المصلحة كاظمة أو الشباب لمصلحة الشباب من الحد النهائي. إبراهيم عمران الشمري إبراهيم الفضلي إبراهيم صوب ريباوند للفضلي حاول شوف عبد الله دخول إلى الوراد تو بونت لكن تلمس عبد الحليم وين راحت الكرة راحت إلى محمد الفضلي من كاظمة الوراد تحت السلة حاول لكن ريباوند لعبد الحليم إلى الفضلي فارس الشمري إبراهيم يا إبراهيم إبراهيم عمران يسجل ثلاثية جميلة 26 الشباب الفضلي يحاول ودفاع قوي ويا اخت تنقطع إلى الشباب إبراهيم عمران لكن ترد إلى الوراد نواف الضفيري شوف يهدي نواف شوف حتى لو تلاحظون مدرب كاظمة صح انه في فارق لكن يبي تطبيق خطط داخل ارض الملعب ويسجل الوراد نقطتين صدق انه في فارق 20 نقطة لكن المدرب يبي تنفيذ الخطط داخل ارض الملعب سواء الهجومية او الدفاعية صح ان اللاعبين مو هم الخمسة الاساسيين لكن هم هذه طبعا من اهتمامات المدرب داخل أرض الملعب يسجل نقطتين ناصر الفضلي شوف حتى لما قبل شوي الشباب سجل نقطتين مع أنه فارق 18 نقطة كان منزعج ليش أنه في خلل في الدفاع وقدر لاعب الشباب أنه يدخل داخل منطقة كاظمة ويسجل نقطتين ما ينظر للنتيجة لكن ينظر للعب على أرض الواقع النتيجة ممكن يعني يقول أن أنتوا 5-5 لا تعتمد على النتيجة أن فرق 20 شوف دخول عبد الله الفضلي الضفيري حاول شوف باص بالخطأ تيرن اوفر للشباب ووقت مستقطع يطلبها مدرب الشباب حتى مدرب الشباب مع انه في تيرن اوفر لمصلحته لكن مو راضي على اداء الفريق داخل ارض الملعب يعني إذا كان اللاعبين ما عندهم لاعبين محترفين داخل أرض الملعب كاظمة سحب المحترفين وبالإضافة إلى الخمسة الأساسيين
يطالبهم بأداء أفضل وأقوى داخل أرض الملعب. خلينا نشوف ايش راح يسوي الشباب في آخر دقيقة من الفترة الثانية ونشوف النتيجة. 46 كاظمة 28 الشباب، فارق 18 نقطة لمصلحة كاظمة. أنا قلت إنه ممكن إنه الشباب يقلل الفارق، لكن كاظمة ما راح يخلي الشباب يقلل الفارق إلى 10، يعني هو متقدم الحين 18 نقطة. فأول ما يقرب الشباب من 14 نقطة راح نشوف إن المدرب نزل الخمسة الأساسية داخل أرض الملعب، وأنا أتصور إن الفترة الثالثة مدرب كاظمة راح يدخل الأساسية اللي بدأ فيهم المباراة داخل أرض الملعب. خلينا نشوف في آخر دقيقة من الفترة الثانية وما يتقدم كاظمة. إبراهيم الشمري دخول واحتكاك وصفارة، والقرار أنه ما في تصويب لأن اللاعب ما كان في حالة تصويب. صفرها الحكم محمد العميري، والكرة لمصلحة الشباب من تحت السلة. إبراهيم دخول، وهناك مخالفة على اللاعب إبراهيم، طبعا أكو بلوك، وهذا البلوك هو اللي تسبب في المشي في الكرة للاعب إبراهيم. وثري بونت لماجد، لكن تلمس ترد لناصر، وآخر 20 ثانية. ناصر الفضلي شمري في الثواني الأخيرة يحاول الفضلي ثري بون جميل في الثواني الأخيرة، الثواني الأخيرة يسجل. شوف، وانطلاق صافرة أحداث الفترة الثانية. مشاهدين الكرام، مشاهدي القناة الثالثة في كل مكان، مع تقدم نادي كاظمة على الشباب، على أمل اللقاء بحضراتكم مع بداية أحداث الفترة الثالثة. محدثكم الحكم الدولي محمد السبتي، ومع السلامة. مشاهدي القناة الثالثة في كل مكان، نجدد لكم التحية أسرة البرامج الرياضية بالقناة الثالثة، ومحدثكم الحكم الدولي محمد السبتي، وننقل لكم أحداث الفترة الثالثة بين ناديي الشباب وكاظمة، التي انتهت بتقدم كاظمة بنتيجة 46-31، وأول نقطتين للوراد مع بداية الفترة الثالثة. 48-31 ودخول المحترف كيفن والحميدي والبلوشي من ضمن أول خمسة في الفترة الثالثة، والرمية الإضافية للوراد، وأيضا يسجل الوراد 49-31. طبعا انتهت الفترة الأولى بتقدم كاظمة بفارق 25 نقطة، والفترة الثانية بتقدم كاظمة 15 نقطة، ونقطتين لعبد الله إبراهيم. أول خمس نقاط مع بداية الفترة الثالثة: إمشار الحمدان، عنبر، الصراف أحمد يحاول مخالفة المشي بالكرة على الصراف ووك بلوشي، فارق 20 نقطة لكاظمة.
الوراد كيفن، حاول كيفن باص طويل لحميدي تحت السلة، لا توقع الوراد يشوف الباص لكن تطلع الكرة مخالفة للشباب، خروجها خارج الملعب وامشار الحمدان. عنبر حاول الصراف الحمدان ودخول، لكن بلوك من الوراد ويقطعها بلوشي، تطلع لمصلحة الشباب من الحد الجانبي. بلوشي كيفن، بلوشي حاول ثري بونت للحميدي، محمد عنبر شفت طول من محمد لكاظمة، قرار الحكم لكاظمة. كيفن بلوش الوراد تحت السلة تلمس بين عنبر والوراد، حالة كرة قبز وبالرجوع لسهم الحيازة الكرة للشباب الفضلي. حمدان الفضلي شوف كاظم قاعد يلعب دفاع ضاغط، عبد الله الصراف ثري بوينت لكن تلمس لعنبر، حاول يصوب ريباوند للوراد لكيفن لعبد الله ودخول، لكن تلمس وريباوند للحمدان. الفضلي الحمدان تلمس ريباوند بلوشي، ايش راح يسوي بلوشي؟ شوف باص الى الحميدي، الحميدي يدخل، نشوف قرار الحكم، شوف لاعبين الشباب يقول ان الحميدي دز بيده وخطا هجومي على عبد العزيز الحميدي، شوف دخول الحميدي ودفعه من الحميدي على اللاعب الفضلي واحتسبت خطا هجومي على عبد العزيز الحميدي. لاعب كاظمه والكره الى الشباب، امشار الحمدان، الفضلي الصراف الحمدان ثري بونت تلمس الوراد، الحمدان ثري بونت تلمس، ترد مرة ثانية الحمدان دخول، يحاول الفضلي غير من التصويب إلى الدخول ثري بونت لكن تلمس. ثلاث أربع محاولات للشباب ما سجل، بلوشي عبد الله ثري بونت ويسجل عبد الله ثري بونت، 54 كاظمة فارق 23 نقطة لكاظمة. الحمدان محمد عنبر شوف دخول لعنبر لكن هم ما يسجلها عنبر، باص طويل شوف لعبد الله ابراهيم يحاول، باص حلو وذكي وسريع للحميدي ويسجل نقطتين للحميدي، نقطتين جميلة وباص اجمل من عبد الله الى الحميدي، واول وقت مستقطع في الفترة الثالثة. شوف شوف الباص الجميل، شوف من عبد الله ابراهيم الى الحميدي، شوف شوف من الباصات الجميلة في الفترة الثالثة، وهذه الثلاثية وهذا شوف
من أجمل اللقطات في الفترة الثالثة ووقت مستقطع. أطلب مدرب الشباب عبد العزيز القلاف، قلت لكم مباراة ما راح تكون بالساهل للشباب، فارق الخبرة وفارق الطول والمعطيات لكاظمة أفضل طبعا من الشباب، خارج من بطولة قوية نادي كاظمة وكان ممكن أنه يوصل النهائي. في المقابل نادي الشباب يعني خلال الأربعة أشهر بعد توقف الدوري لعب مباراة واحدة مع منطلق الدوري، وهذه المباراة الثانية، ولا كاظمة عنده محترفين اثنين، نادي الشباب ما عنده ولا محترف حتى هذه اللحظة، ومع ذلك نادي الشباب يعني في بعض اللقطات الجميلة لنادي الشباب، وثري بوينت للبلوشي، بلوشي يا بلوشي، ويسجل ثلاثية للحمدان، عنبر دخول ويصوب ويسجل، مع قوة دفاع نادي كاظمة قدر محمد عنبر انه يدخل ويسجل نقطتين. الوراد حاول وراد ويسجل الوراد، مع ان محمد عنبر كان دفاع قوي على الوراد. الحمدان اخر 5 دقائق و20 ثانية من الفترة الثالثة، عنبر فارس صوب ريباوند بلوشي الحميدي، غير راية من ثري بونت الى باز للبلوشي، كيفن عبد الله حاول، شوف دخول ولا تصويب، ثري بونت، لكن شوف باص في الخطأ، باص في الخطأ من فارس الفضلي، توقع واحد من الشباب يكون موجود بزاوية الملعب اللي عطى فيها باص، لكن طلعت الكرة مخالفة لمصلحة كاظمة، خروج الوراد ودخول الفضلي، ثري بونت، عبد الله يلمس كرة للشباب، الفضلي للحمدان، ومجهود كبير للحمدان، وخطأ على بلوشي، شوف هذا الخطأ اللي على بلوشي ارتكبه على الحمدان، خطأ يحتسب الحكم هادي سعود، خطأ هجومي، بانتظار استئناف اللعب، كيفن الى الفضلي، طبعا عيال الفضلي واحد يلعب بكاظمة والثاني يلعب بالشباب من أسرة رياضية، ونقطتين يسجلهم اللاعب اللي تو دخل حمد الفارس، طبعا أخوه رقم 7 سعد الفارس من الشباب، الحميدي الفضلي دخول ويسجل حمد الفارس، شوف اللاعب 7 اخوه رقم 77 دافع عليه ويسجل ثلاثية،
البلوشي ودخول ثري بوند للحميدي، لكن الفارس الحمدان دخول الى الفارس ثري بوند تلمس كيفن البلوشي ثري بوند للفارس لكن تلمس الحلق الحمدان حاول يقطعها كيفن يعطيها باص سهل ويسجل منها بلوشي نقطتين في سلة الشباب. وآخر ثلاث دقائق من الفترة الثالثة الفضلي الحمدان شوف الفضلي دخول الصراف أحمد وهناك خطأ على الحميدي دخول واحتكاك وصفارة وقرار من الحكم جراح جمعان. شوف هذا الاحتكاك الخطأ الرابع على الحميدي. تنفيذ ما يسجل من المحاولة الأولى الصراف أحمد. شوف المحاولة الثانية للصراف ويسجل وتبديل يطلع الصراف. وقت مستقطع لكاظمة كان بدايته تبديل لكن مدرب كاظمة طلب وقت مستقطع. شوف مدرب كاظمة إيفان مع التفوق داخل أرض الملعب بفارق 30 نقطة لكن يهتم بفنيات اللعب وخطط اللعب. شوف واللي قاعد يكتب على البورد الخطط للاعبين. طبعا من الفرق اللي تهتم بحصد البطولات نادي كاظمة. طبعا نادي الشباب يمتلك عناصر شبابية وبعض اللقطات الجميلة اللي أداها لاعبين الشباب. شوف مع ان نادي الشباب سجل 37 نقطة قدام فريق قوي نفس نادي كاظمة مثل ما قلت لكم انه كان كاظمة مؤهل انه يصعد للنهائي يعني نتيجة تعتبر جيدة للشباب بمقابل كاظمة. بلوشي تو بوينت ويسجل بلوشي إبراهيم عمران اللي مع الكرة الفارس ثري بوينت لكن تلمس الحميدي الفارس بلوشي الفارس حاول دخول لكن دخول واحتكاك وصفارة وقرار وخطأ على اللاعب رقم 25. شوف هذا الاحتكاك على جاسم راشد وخطأ ورميتين اللاعب حمد الفارس سجل من المحاولة الأولى سجل للحين 5 نقاط حمد الفارس 6 نقاط جاسم يحاول يقطعها ريحان باص طويل للفارس لكن لريحان بلوشي دخول غير
ثري بونت لكن تلمس ويحاول يكملها لكن ابراهيم الشمري. عبد العزيز الى عنبر، حاول عنبر يصوب تلمس ابراهيم، وهناك احتكاك وصفاره وقرار على اللاعب بلوشي. شوف الاعاده في البطيء، احتساب صفاره وخطا على اللاعب بلوشي. صوب ابراهيم، تضيع المحاوله الاولى واخر دقيقه و36 ثانيه من الفتره الثالثه، ايضا تضيع الثانيه وياخذها الفاضل ريباند الى البلوشي الى ماجد حسين الى الفارس الى ريحان وبلوشي الفضلي. ماجد حاول فضلي، ماجد عبد العزيز الفارس دخول ويسجل في الثواني الأخيرة نقطتين لكاظمة. الفارس حمد مسجل 8 نقاط. باص طويل الفارس الشباب إبراهيم الشمري وريباوند ويسجل، سجل نقطتين للشباب. الشمري مسجل 9 نقاط، إبراهيم ماجد 3 بونت. باص طويل للفارس الشباب، عنبر محمد عنبر 3 بونت لكن ما تلمس الحلق تطلع، وصفارة وخروج الكرة خارج أرض الملعب وبلوشي وانطلاقة سريعة لبلوشي. حاول الفضلي، ماجد الفضلي دخول عبد العزيز يحاول مشي بالكرة، مخالفة وآخر 9 ثواني من الفترة الثالثة. محمد عنبر 3 بونت لكن تلمس، كرة للشباب في 4 أجزاء من الثانية من الفترة الثالثة. نشوف بانتظار استئناف اللعب في آخر 4 أجزاء من الثانية. طبعا الاربع اجزاء من الثانيه واستئناف اللعب، محمد عنبر وبالباص الخطا الى محمد فارس وتصويبه كان ممكن انها تدخل الكره وانتهاء الفتره الثالثه بنتيجه 73 كاظمه 39 الشباب. يعني الشباب خلال فترة كاملة مسجل 8 نقاط فقط. طبعا طاقم التحكيم اليوم إدارة جيدة في إدارة هذا اللقاء بين الشباب وكاظمة، وأجمل اللقطات من الفترة الثالثة. طبعا نادي الشباب أفضل تسجيل له في الفترة الثانية، يعني الفترة الأولى مسجل 13 نقطة، الفترة الثانية مسجل 17 نقطة، الفترة الثالثة مسجل 8 نقاط. نتيجة متواضعة بالنسبة حق الشباب. أما كاظمة يعني الفترة الأولى فارق 25 نقطة،
الفترة الثانية 15 نقطة، الفترة الثالثة بفارق 39 نقطة، فارق كبير يعني. طبعا الفترة الثالثة مجهود كبير، ممكن ان اللاعب يتحمل فترة الثانية، الفترة الثالثة طبعا اللياقة تلعب دور كبير خصوصا في لعبة كرة السلة، استئناف اللعب بالفترة الثالثة. خلينا نشوف الشباب، كاظمة، شوفوا كاظمة ما في أي أحد من اللاعبين من الأساسيين داخل أرض الملعب، حتى بلوشي، ودخول واحتكاك وصفارة وقرار. شوف دخول حمد الفارس، احتكاك من أكثر من لاعب، تنفيذ الجزاء ويسجل حمد. حمد مسجل 9 نقاط الواضح في الشاشة قبل شوي، اللاعب رقم 77 من كاظمة، 10 نقاط لحمد. عنبر، شوف عنبر إلى إبراهيم، دخول الفارس، إبراهيم تحت السلة ويحاول ويسجل. إبراهيم لاعب ممتاز، إبراهيم الظفيري، الفضلي، عبد العزيز، حمد، الفضلي، عبد العزيز، مخالفة، خروج اللاعب مع الكرة خارج الملعب من الحد النهائي. إبراهيم، شوف صفارة، 6 لاعبين داخل أرض الملعب، وصفارة انتباه من الحكم هادي سعود. دخول الفضلي، 3 بونت، لكن هناك صفارة من الحكم، بشارة الحكم يقول هناك في دفع. شوف الإعادة في البطيء، سقوط اللاعب عبد العزيز سعود داخل أرض الملعب. 3 بونت، لكن يلمها ريباوند لإبراهيم الفارس، 3 بونت لكن إلى ريحان، حاول الظفيري، ريحان، شوف ريحان يد اللعب، حاول الديشوة ودخول على السلة ويسجل نقطتين. ما في انتباه من لاعبين الشباب في الدفاع. عبد العزيز سعود تلمس، الفضلي حاول دخول، 3 بونت لكن تلمس الكرة لمصلحة الشباب، يأشر بأن آخر لمسة على اللاعبين كاظمة، ويستلمها فارس في الفضل اللاعب رقم 14، دخول ويسجل إبراهيم الشمري نقطتين لمصلحة الشباب. دخول ماجد، تلمس فضلي، 3 بونت لكن تلمس مرة ثانية، باص طويل. شوف قرار الحكم بأن الكرة فيها احتكاك، اللاعب محتاج أن فيها احتكاك، وتم احتساب عليه خطأ فني على اللاعب عبد العزيز سعود. واضح هل احتسب الخطأ، الحكم جرح جمعان، احتج الحكم اللاعب. شوف هذه الإعادة في البطيء،
يقول فيها احتكاك طبعا حسب القانون الدولي لكرة السلة الاحتجاج من اللاعب شو اسمه غير مسموح تقدير الحكم انه ممكن انه يعطي خطأ فني تكلم مع الحكم بطريقة ما فيها صراخ ممكن انه يعديها الحكم لكن ان اللاعب يصرخ على الحكم لازم ينحسب عليه خطأ فني دخول ويسجل عبد العزيز سعود نقطتين واحتكاك إبراهيم على اللاعب حمد الفارس سبع دقائق وعشرين ثانية من الفترة الرابعة 78 كاظمة 45 الشباب ماجد حسين شوف حاول فضلي ثري بون تلمس ريباوند لإبراهيم الشمري حاول شوف دخول الفارس ثري بون أخيرا الفارس يسجل ثري بون حاول أكثر من مرة لكن المرة يسجل حمد الفضلي عبد العزيز حاول دخول لكن تلمس الفضلي فارس الفضلي طبعا ايقاف اللعب من قبل الحكم لان في لاعب في ارض الملعب نقاش حول الكرة هذا اللقطة الأخيرة بعد دخول عبد العزيز ريحان وطاح اللاعب شوف من وراها طاح اللاعب عبد العزيز ريحان ويستبدل ثري بونت حمد الفضلي حمد فضلي ماجد ثري بونت ثري بونت أكثر من محاولة حاولها ماجد وأخيرا سجل ثري بونت في سلة الشباب دخول لكن تلمس وريباوند والفضلي نواف ماجد ثري بونت لكن تلمس ريباوند لحمد فارس عبد الله حاول دخول الظفيري ثري بونت وثري بونت للظفيري ووقت مستقطع للشباب بعد الثري بونت الظفيري النتيجة 84 كاظمة 48 الشباب فارق كبير طبعا اثنين وثلاثين نقطة فارق مو بالهين يعني تعتبر المباراة محسومة لكاظمة لكن مع ذلك الشباب قاعد يؤدي جهد كبير داخل أرض الملعب نشوفها سواء جمل دفاعية أو هجومية وثري بونت وسطة اللاعبين وكذلك كاظمة يعني شوف كاظمة المدرب أدخل البدلاء والبدلاء أما يعني لا يقلون عن الأساسية في الأداء داخل أرض الملعب في التسجيل وآخرهم تسجيل ثلاثية نواف الظفيري طبعا نواف الظفيري من لاعبين المنتخب
استئناف اللعب. جاسم الى الصراف الى عبد الحليم. عبد الله حاول، عبد الله حاول، شوف دخول وهناك خطأ على الفضلي، دخول واحتكاك وصفارة وقرار من الحكم هادي سعود. شوف الإعادة، شوف دخول، استئناف اللعب. جاسم مع الكرة لعبد الله إبراهيم، يحاول دخول، مخالفة على اللاعب عبد إبراهيم. نواف الضفيري، عبد الله الضفيري يحاول دخول فضلي، ثري بوند لكن لامس الخط والمست الحلقة. جاسم حاول دخول ويسجل جاسم أول نقطتين له في المباراة. جاسم راشد، أوه بلوك جميل لعبد الحليم وخطأ على الفضلي. عبد الرحمن علي، شوف الفضلي ارتكب خطأ ونقاش بين حكام اللقاء. شوف الإعادة في البطيء، طبعا شوف مدرب الشباب يطالب أبغريد الخطأ من خطأ شخصي إلى سوء سلوك غير رياضي. شوف هذا البلوك الجميل اللي عبد الحليم وراه على طول الخطأ الفضلي على اللاعب عبد الرحمن علي. شوف أبغريد، هذا من التعديلات القانون الدولي، ممكن أن الخطأ حسب قوة الخطأ من خطأ شخصي إلى خطأ سلوك غير رياضي، أو ممكن أبغريد يعني تعلي قوة الخطأ أو تقلل من قوة الخطأ حسب الحالة. سجل الأولى ويضيع الثانية. عبد الرحمن علي الصراف من الحد الجانبي. جاسم صراف، إبراهيم ثري بونت للصراف ولكن ريباوند لعبد الله. الفارس، شوف لاعب جديد، اللاعب رقم اثنين عبد العزيز وليد من كاظمة. كاظمة دخل جميع البدلاء داخل أرض الملعب. الوراد محمد، الفارس حمد دخول لكن غير إلى عبد الله، ثري بون في الثواني الأخيرة من زمن الهجمة يسجل عبد الله إبراهيم ثري بونت. 87-51، 36 نقطة وفاست بريك. دخول حمد الفارس، 12 نقطة لحمد، 89-51. إبراهيم حاول لكن باص طويل في الخطأ، تطلع الكرة لمصلحة كاظمة من الحد النهائي الحد الجانبي. طبعا شوف من إشارة الحكم يقول لا تلعب الكرة، كان الحكم يبي يسلمها لزميله لكن اللاعب كان مستعيل على لعب الكرة.
الظفيري حاول غير عبد الله دخول عبد الله لكن ريباوند لحمد لكن قرار الحكم بأن الكرة لمصلحة الشباب من الحد النهائي هو الأقرب للكرة. عبد الله الصراف حاول دخول للحمدان مشاري يصوب وهناك خطأ على اللاعب عبد العزيز وليد اللاعب رقم 2. هنشوف القرار. وتنفيذ القرار مع امشاري الحمدان ويسجل من المحاولة الأولى امشاري. 6 نقاط مسجل امشاري. 7 نقاط بعد تسجيله من المحاولة الثانية مسجل. طبعا الأعلى تسجيل في الشباب إبراهيم الشمري 13 نقطة. ودخول دخول واحتكاك وخروج الكرة. شوف لعب الكرة من الحد الجانبي. حمد الفارس مع الكرة. الوراد إلى عبد الله وآخر 2:20. عبد العزيز وليد. عبد الله يحاول دخول ويصوب لكن وين؟ من البورد من الخلف تلمس ومخالفة والكرة لمصلحة الشباب. الحمدان الصراف 3 بوينت بعد أكثر من محاولة يسجل الصراف 3 بوينت. الصراف مسجل 4 نقاط. خطأ. شوف الإعادة في البطيء ودخول وخطأ. حكم قريب من الحدث. خطأ على اللاعب عبد الرحمن علي من الشباب. طبعا هذا الخطأ الرابع وراها أي خطأ. رميتين لكاظمة. الفارس حاول 3 بوينت لكن ريباوند للشمري وهناك خطأ. شوف على اللاعب رقم 2 من كاظمة عبد العزيز وليد. شوف الإعادة في البطيء. الريباوند والخطأ وصفارة من الحكم. حكم قريب. رميتين لأن كاظمة الفريق عليه 4 أخطاء وكل خطأ برميتين. ما يسجل من المحاولة الأولى إبراهيم وما يسجل من الثانية. وريباوند لإبراهيم حاول وقطعها الفارس. باص جميل لعبد الله ودخول ونقطتين لي عبد الله من باص جميل من الفارس حمد. الصراف 3 بوينت 3 بوينت جميل للصراف بعد سجل 3 بوينت. ما طاف 2 دقيقة سجل 3 بوينت الثانية الفارس و 3 بوينت أجمل من الفارس حمد. 15 نقطة مسجل حمد الفارس. حاول فارس معاه حمد دخول عبد الله دخول لكن يضيعها عبد الله. حاول 3 بوينت لكن تلمس لعبد الحليم وخطأ على عبد الله في آخر 57 ثانية من
الفترة الرابعة شوف العادة في البطي، شوف طاحت الكرة، شوف الخطأ من عبد الله عبد الحليم ويسجل من الأولى. 61 الشباب مقابل 94 كاظمة. فارق 32 نقطة، فارق كبير. الظفيري حمد الوراد حاول مخالفة على الوراد. امشاري الحمدان شوف معاه الكرة، امشاري شمري ابراهيم يحاول دخول، وهناك صفارة واحتكاك وقرار جزاء رميتين لان الفريق عليه 4 أخطاء. شوف هذا الاحتكاك من اللاعب عبد العزيز وليد. تنفيذ الرمية الثانية لإبراهيم ويسجل. فارق 30 نقطة بالضبط. شوف عبد الله معه حاول إلى عبد العزيز وليد وثري بونت، لكن الصراف باص دخول وفي الثواني الأخيرة يسجل عبد الرحمن علي. 17 ثانية، 16. شوف كاظمة قاعد يلعب لي آخر ثواني في المباراة. شوف الوراد صوب في انتظار انتهاء الوقت وصفارة انتهاء الفترة الرابعة. مبروك لفريق كاظمة وحظ أوفر لفريق الشباب، حتى نلقاكم في مباريات كرة السلة. محدثكم الحكم الدولي محمد السبتي، لكم أفضل التحية ومع السلامة.